بخصوص كريستينا صبايا اللي صرحت وقالت ما رح أقدم تنازلات كرمال أوصل. هالتصريحات مش إلك كريستينا عزيزة مهما تجرحني. من بعد مصر اليمن تونس البحرين وليبيا ان شاء الله بيصير في ثوره تطيح بامبراطور نورستان. بس مين بده يتظاهر يا ترى؟ بد رب العالم. هاي بخصوص الممثله المصريه غاده عبد الرازق اللي بعدها مستمره ومصره انه هي ضد الثوره ومع الرئيس. الحقي مدام حفظ الله مصر بلدا امنا وراء شعبه. اخر تطورات مي حريري، بكيت كتير لما ماتت سمر بالعشق الممنوع. العشق قتلها يا مي. بخصوص فنان العرب محمد عبده اللي رفض الغناء مع نجوى كرم لأن فكر انه رح تستغله. استاذ مين وشوش لك بدينتك؟ النجمة اللبنانية اليسا بتتعرض للسرقة من قبل العدو الاسرائيلي. بخصوص هالشي جوجو مين بريده؟ شو بو سليم سلامة؟ انا بقول اعلنا انا رح اتخذ كل الاجراءات القانونية ضد هذا الموضوع، لانه هذا الموضوع في إذلال لكرامتي وكرامة الشعب العربي وكرامة الشعب اللبناني كله. سليم سلامي. ايه ما هو حق. بخصوص هالشي مع رجا ورودولف كل خميس ابتداء من 6 المساء على صوت الغد.